معي على التليفون أستاذ حاتم الشرقاوي، مدير مكتب الأهرام بالرياض. برحب بحضرتك معنا أستاذ حاتم. أهلا وسهلا. بجريدة الأخبار، أخبار اليوم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ حاتم، يعني قول لنا بس ما بعد الحادث. أولا الحادث حصل إزاي؟ إيه المعلومات المتوفرة بخصوصه وأحوال المصابين والجسامين والإجراءات طبعا اللي بتتخذ بخصوصهم؟ الحادث وقع حوالي الساعة 5 إلا ربع من فجر اليوم بتوقيت مكة المكرمة على مشارف المدينة المنورة. التحقيقات الأولية تشير إلى أن سائق الأتوبيس هو من إحدى الجنسيات الآسيوية، أخذ غفوة من النوم فانقلب الحادث. فانقلب وراح ضحيته 19 مصري من المعتمرين، وأصيب 22 شخص. المصابين حالتهم متفاوتة، في حاجات حرجة وإصابات متوسطة وأخرى بسيطة. وقد خرج حتى الساعة 3 من بعد ظهر اليوم حوالي 5 من المصابين، بحيث يكون فيه 17 مصاب حاليا يتلقوا العلاج في المستشفيات السعودية. لقد كان التحرك من قبل السلطات السعودية وأيضا من قنصليتنا في جدة كان سريعا في هذا الحادث. أرسلت السعودية الإسعاف الطائر وأيضا الإسعاف البري لإسعاف المصابين ونقل المتوفين. القنصلية شكلت لجنة من 5 شخصيات الآن متواجدين في المدينة المنورة لإنهاء أي إجراءات تتعلق بالمصابين أو إنهاء إجراءات المتوفين. التحرك كما ذكرت سريع. القنصلية ستنهي إجراءات أي شخص يريد دفن يريد ذويه دفنه في المدينة المنورة أو نقله إلى مصر، فالخيار سيكون متروك إلى أهالي الضحايا. وبالنسبة للمصابين هناك متابعة، وقد علمت اليوم من قنصلنا في جدة السفير عادل الألفي أن وزير الصحة المصري الدكتور عماد اتصل به هاتفيا وأكد له أن مستشفيات مصر جاهزة لنقل أي مصاب مصري يريد أن يكمل علاجه في مصر. وأيضا أكد لي الملحق العسكري المصري أن الإخلاء الطبي المصري جاهز لنقل أي مصاب مصري. طب في طلبات اتقدمت بالفعل بالمعنى ده من الجانب المصري، يعني أنه عايزين المصابين يتعالجوا هنا، جسامين المتوفين يتم دفنهم يعني في مصر، يعني في طلبات بالخصوص حضرتك اتكلمت فيه؟ لم تقدم طلبات حتى الآن، ولكن هي استعدادات سواء كان من قبل وزارة الصحة في مصر أو من قبل وزارة الدفاع التي يمثلها ملحق الدفاع المصري في الرياض، وأيضا من قبل القنصلية. القنصلية مستعدة أيضا من خلال، يعني حضرتك بتدلل لي أو بتبرهن لي على التنسيق ما بين السلطات المصرية والسعودية والاستجابة والإجراءات السريعة اللي بتحصل على الأرض هناك. نعم بالضبط، تمام. تنسيق مشترك ما بين السلطات السعوديه والسلطات المصريه التي تمثلها قنصليتنا في جده والمصريه في الرياض. انا بعتقد ان هذا الحادث التحرك فيه كان مختلف عن حوادث اخرى وقعت في المصريين في السعوديه قبل ذلك، فالتحرك مختلف بشكل كبير. ايه تفسيرك يعني يا فندم من التعامل المختلف المرات دي؟ هناك كما ذكرت منذ قليل توجيهات من الرئاسه، ايضا التحرك من قبل القنصل والجهات المسؤوله ان يكون هناك اهتمام بالمصرف الخارج يكون مختلف عما كان في الماضي. كويس، تمام. تكون ممثلاتنا في الخارج تصاب بحاله من السلبيه مثلما كان يحدث في الماضي، فهناك توجيهات عليا باهميه الاهتمام بالمصريين. شكرا جزيلا يا استاذ حاتم، شكرا جزيلا لحضرتك حاتم الشرقاوي مدير مكتب اخبار اليوم بالرياض، شكرا لحضرتك.